في ايه يا ولاد؟ في ايه؟ ما بتاكلوش ليه؟ الاكل هيبرد. كلي كوكو يا كيمي. وانت يا دودو ما بتاكلش ليه يا حبيبي؟ حضرتك قلت لنا نستنى طنط رجاء. رجاء؟ مين رجاء دي؟ علم علمك كده برضو يا اندال، كده برضو تبتدوا تاكلوا وتتلمضوا وتستطعموا الاكل قبل انا ما اجي. طيب حبيبتي يا جوجو، اهلا بيكي يا روحي، اهلا بيكي. ده انا لسه حالا بقول لهم اوعوا حد يمد ايده على الاكل لحد اما جوجو تيجي. فيك الخير يا حبيبتي. اهلا اهلا يا رجاء، اهلا بيك. والله سمير عرف ينقي ست زي القمر، ما بتكبرش ابدا. الله اكبر عليك. هو انت ما بتموتيش ليه يا اخويا؟ بدك موت انت واهلك يا باي. يو ما تلم نفسك يا عاليه. الله، في ايه؟ دي كلها عمليات تجميل. وبعدين ماشيه على رجليها وصحتها زي ما هي. أكبر، الله اكبر يا ساتر يا رب. خمسه وخمسه في عينيكم كلكم. امال انكل سمير ما جاش معاكي ليه؟ اصل سمير غار مني، راح هو كمان عمل عمليه تجميل. الدكتور يا اختي صغره بقى فطوطه. قلت لهم لا، ما ينفعش كده ابدا، رجعوه لي تاني سموره عشان الحق اتجوزه قبل دلال عبد العزيز ما تاخده. وحد يسيب القمر ده ويسافر؟ جرى ايه يا علي؟ انت مش ملاحظ ان فاضل لك جملتين وتقعد على حجرها؟ جرى ايه يا انجي؟ ده انا ببدي اعجابي. بقول ايه؟ يعني تقى رجلك شويه، انا قاعده معاكوا شويه هنا، ابقى ابدي اعجابك بيا براحتك. في ايه يا رجاء؟ انت هتغبي علينا ليه كده يا حبيبتي؟ ده اسمه برشاطه يا ماما. ليه، في حاجه؟ يا لهوي يا لهوي يا اختي، من اولها كده متضرره وانا اقعد على دماغك؟ يعني انا اصلا اكتشفت ان سمير بيحب البنت الدكتوره بتاعت التجميل، حلفت بني قاعده في البيت، ومن يوميها عينيا ما بتغمضش. اخصى عليه، اخصى عليه، راجل وطي صحيح. كلهم وطين، النموذج بتاعك قدامك اهو، اوطى من موس على البلاط. لا يا حبيبتي، ولا يهمك ولا يهمك ولا تزعلي نفسك ابدا. قولي لك لقمه واطلعي عندي في الاوضه، ريحي شويه لحد ميعاد الحفله. ها هنرقص رقص يا رجاء. الهدية يا أنا. ايه ده، ميرسي قوي يا رجاء، تعبتي روحي. لا يا حبيبتي، لا لا لا، ده انا جايبه معايا سندوتشات، اصل انا عارفه ان اكلك دايما طعمه وحش، قلت اجيب اكل معايا. عن اذنكم عن اذنكم عن اذنكم يا عيال. اخصى عليكي، اللي فيه ده عمره ما يبطله. نتنا